أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ريمونتادا. النهاردة مصر كلها بتتكلم عن كهرباء، كل مصر بتقول، وكل مصر وتردد على لسان كل المتابعين لكرة القدم إن النادي الأهلي خد قرار بأنه يدفع الغرامة الموقعة عليه من قبل طبعا المحكمة الرياضية لصالح نادي الزمالك، والمقدرة $2,400,000 بعد طبعا الفوائد بسبب تأخير دفع الغرامة. زي ما حضراتكم عارفين إن كهربا كان لعيب في نادي الزمالك، وخد قرار إن هو يسافر يعني يلعب في أحد الأندية البرتغالية، وفعلا يعني سافر ولعب، تواجد لبضع شهور في أحد الأندية البرتغالية، ثم بعد كده رجع للنادي الأهلي. والنادي الأهلي طبعا كهربا شارك يعني فترة كويسة مع النادي الأهلي، أخذ بطولات وشارك في أهداف، والحقيقة كان في فترته مع النادي الأهلي، خلينا نقول الأولانية لو حبينا إن احنا نقسمها، يعني في أبس أند داونز، في أوقات كويسة جدا كهربا أجاد فيها بشكل كبير، وفي أوقات كان فيها مشاكل وبعض المشاكل مع المدربين والكلام اللي احنا كلنا عارفينه. لكن الحقيقة اللي احنا لازم نقولها ان احنا لو بنقيس موهبة كهربا او بنقيم كهربا كموهبة داخل الملعب مقارنة بكل اللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي في مركزه، فالحقيقة بتقول ان كهربا افضل منه على مستوى الاداء وعلى مستوى الانتاج، كانتاج كاهداف وصناعة اهداف، رغم ان في وقت من الاوقات ما كانش بيلعب بشكل اساسي. كهربا انا دايما بقول ان هو موهبه كبيره جدا، وانا دايما بحبش اقول ان فلان ضيع وقته وبتاع، كل الشباب اللي بتلعب وكل لعيبه الكوره طول ما هم شغالين بيتعلموا من اخطائهم وبيحاولوا ان هم يصلحوا من نفسهم وبيحاولوا ان هم مع كل مطب ان هم يقوموا يقفوا على رجليهم مره تانية. ايه الجديد بقى اللي حصل النهارده؟ طلع كلام، يعني والكلام ده يعني ايه، طالع من جوه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي توصل لاتفاق مع كهربا انه هيدفع جزء او هيساعد في يعني دفع الغرامة لكهربا، يعني دفع الغرامة لنادي الزمالك. وطبعا ده يعني ايه، الناس كلها الاهلوية، في اهلاويه بتقول ان حاجه جميله جدا ان النادي يقف جنب اللعيب، خاصه ان اللعيب يعني دايما كان بيثبت حسن النوايا في العوده للنادي وان هو متمسك بالنادي، وفي اهلاويه تانيين بيقولوا لا، مش المفروض النادي ان هو يدفع الغرامه دي لو فعلا النادي ما كانش يعرف ان هو عنده مشكله مع اي نادي تاني. والقصه يعني الاهلاويه انقسموا فيها. وتاني ممكن يكون الدافع الأساسي والرئيسي للنادي الأهلي إن هو يدفع الغرامة دي الكهرباء هو احتياج الفريق لكهرباء. خلوا بالكم، ممكن في توقيت تاني كان النادي الأهلي ما ياخدش الخطوة دي، يقول لك إن أنا لأ، أنا مش هاخد الخطوة دي. لكن ممكن النادي الأهلي يكون حسبته إن أنا محتاج اللعيب، واللعيب ده دلوقتي موقوف وعليه طبعا قرار الإيقاف 6 شهور لغاية يعني لحين تسديد الغرامة، فعشان أحل المشكلة دي لازم إن أنا أتدخل وأدفع الغرامة بتاعته. الأخبار اللي جات لنا إن في ميتنج هتكون يوم الأربعاء اللي جاي ما بين كهربا مع وكيله أحمد يحيى وطبعا مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، علشان يعني النادي الأهلي يبلغ كهربا الغرامة دي هتدفع إزاي، لأن لازم طبعا النادي الأهلي عشان يطلع فلوس زي دي، لو الكلام ده فعلا حقيقة، لازم أنه يبحث مدى قانونية الأول دفع الغرامة دي، ولو في طريقة إيه هي الطريقة، لأن أكيد مش موجود في عقد كهربا مع النادي الأهلي لحظة توقيعه للنادي الأهلي إن مثلا موجود إن في حالة وجود أي غرامة إن النادي الأهلي متكفل بهذه الغرامة،
ما اعتقدش ان البند ده موجود. لو البند ده موجود خلاص مفيش مشكله عادي، خلاص ده حق الراجل وبتاع. لكن الاخبار اللي جات لنا ان البند ده مش موجود، والا ما كانش كهربا كان طلب اكتر من مره من نادي الزمالك. وده طبعا الكلام يعني كان جاي على لسان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وامير مرتضى المشرف العام على الكره، ان فعلا كهربا طلب تقسيط او دفع الغرامه على دفعات. فده معناه ان مفيش بند في عقد كهربا مع النادي الاهلي بيقول ان في حاله وجود اي عقوبات او غرامات على اللاعب ان النادي الاهلي هو اللي يدفعها له. فده معناه ان ايه، دي حاجه جديده. ممكن يكون كان في وعد، يعني خلي بالكم ممكن كان يكون في وعد من الكابتن محمود الخطيب ان تعالى وما تقلقش في حاله وجود اي غرامه عليك احنا متكفلين بالغرامه. وطبعا انا بحكي لحضراتكم الحكايه وبفكر معاكم بصوت عالي، لو فعلا دي حقيقه والنادي الاهلي ساعد كهربا حتى في نص دفع الغرامه، دي تبقى يعني حاجه جميله جدا. انا عمري ما شفتها ان نادي حاجه جميله جدا. النادي الاهلي ده نادي جينرس جدا، يعني نادي ناس خيرين جدا. ان النهارده لما انا لعيب يكون جاي لي من نادي برتغالي وبعد كده بعد فتره بعد سنتين او اكتر يتعمل عليه غرامه 2 مليون دولار 2.5 مليون دولار 2 مليون دولار و400 الف 2 مليون و400 الف دولار واخد قرار ان انا ساعده ادفع له مثلا نصهم، فدي حاجه يعني بقول لكم تبقى النادي الاهلي ده جينرس جدا. جينرس جدا يعني ايه جينرس؟ يعني ناس خيرين جدا بيساعدوا اللعيبه بتاعتهم حتى في المشاكل اللي هم ما لهمش دخل فيها. الراجل مشكله ما بينه وما بين نادي الزمالك، فالنادي الاهلي ساعد كهربا ان هو لو فعلا الخبر ده حقيقه انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. يعني انا الخبر جالي فريق الاعداد جابهولي ان دي حقيقه فعلا، ومش فريق الاعداد بس اللي بيتكلم فيها، مصر كلها كهربا ترند النهارده على تويتر. فدخلت شفت ان فعلا النادي الاهلي خد قرار ان هو يساعد كهربا في دفع الغرامه. انا مش مصدق، لكن لو دي حقيقه يبقى فعلا لازم جمهور النادي الاهلي يضيف لقب مهم جدا للنادي الاهلي غير اعظم نادي في الكون. النادي الاهلي اطيب نادي في الكون. شكرا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. مصطفى فتحي كان معاده ان هو يرجع السعوديه عشان ينضم لناديه نادي التعاون في معسكر الاعداد من 4 أو 5 أيام. فوجئ نادي التعاون ان مصطفى فتحي مش عارف يسافر، وطبعا يعني ابتدى يتردد ان هو السبب الرئيسي في ان هو مش عايز يسافر ان هو في مفاوضات او في اتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي المصري، وهو ده السبب اللي مخليه بيمتنع عن الانضمام لمعسكر فريقه. النهارده صحيفه الرياضيه السعوديه نزلت خبر ان السبب في عدم قدرة مصطفى فتحي على مغادرة مصر التجنيد. زي ما حضراتكم شايفين اهو ان الخدمة العسكرية تحرم التعاون من
فتحي ان مصطفى عنده جيش. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان لو اي حد عنده جيش ما بيعرفش يسافر الا بتصريح او تصريح سفر من القوات المسلحه. فالنهارده كل الناس بتتكلم ان في الاول قبل ما الخبر ده يطلع ان السبب الرئيسي هو ان مصطفى فتحي توصل لاتفاق مع النادي الاهلي وعشان كده مش عايز ان هو ينضم لمعسكر الاعداد لفريق التعاون. وهنا عايز اقول لكم الحقيقه ان مفيش اي اتفاق تم ما بين مصطفى فتحي والنادي الاهلي، وان فعلا السبب الحقيقي يعني لعدم قدره مصطفى فتحي لمغادره مصر والالتحاق بمعسكر فريقه هو فعلا ان هو مطلوب للتجنيد، مطلوب للتجنيد. والنهارده يعني طلعت اخبار ان مصطفى فتحي ينضم لطلائع الجيش، ان هو بنسبه كبيره ممكن ان هو ينضم يقعد في مصر وينضم لطلائع الجيش. طبعا الايام اللي جايه هتورينا ايه اللي هيحصل. مصطفى طبعا عنده عقد ساري مع نادي التعاون، ونادي التعاون لسه فيه فلوس ما دفعهاش من المقابل المادي اللي اتفقوا عليه او مستحق لنادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور كرر ذلك اكتر من مره، ان ازاي مصطفى فتحي هيتحرك ازاي وهيروح في اي نادي ازاي وناديه ما دفعش الفلوس اللي عليه او في لسه مستحقات او يعني دفعات مستحقه لدى نادي الزمالك لازم نادي التعاون يدفعها لنادي الزمالك. فيجي الراجل وهو مسافر راجع تاني يطلب للتجنيد او يعني يشوفه في الورق بتاعه ان هو مش هياخد تصريح سفر، الراجل مطلوب للتجنيد. لكن معلوماتي ان مصطفى كان بيعمل كل حاجه الايام اللي فاتت علشان يسافر فعلا، وفعلا راح اتحاد الكرة اكتر من مره عشان يحصل على خطاب من اتحاد الكرة، وهي دي الاجراءات يعني اللي بتتاخد علشان يقدر ان هو يحصل على تصريح السفر من القوات المسلحة. فدي المعلومات اللي عندي، عشان في ناس كتير فاكرة ان هو كان بيتباطأ وان هو عشان عنده اتفاق مع الاهلي. الكلام ده انا بأكد لكم انه ملوش اي اساس من الصحة. مصطفى كان عايز، وياريت يعني اخواتنا في السعودية يسمعوا الكلام ده لان هي دي الحقيقة، مصطفى كان بيتردد على اتحاد الكرة كل يعني كل يوم في الايام اللي فاتت دي علشان يقدر يعني بيطالب شوية أوراق، الأوراق دي أوراق مطلوبة لاستخراج تصريح السفر لمغادرة مصر، ودي فعلا الحقيقة. يبقى ما كانش فيه نية عند مصطفى أنه يقعد في مصر ولا يلعب في نادي الأهلي ولا يلعب في أي مكان. الراجل عايز يكمل فين؟ عايز يكمل مع فريقه، وإلا ما كانش راح اتحاد الكرة بيحارب أنه هو يحصل على أوراق اللازمة، الأوراق اللازمة من الاتحاد الكرة علشان يستكمل يعني اجراءات سفره او اجراءات استخراج تصريح السفر من القوات المسلحه. بركاتك يا شيخ مرتضى. يعني في التوقيت ده غريبه والله. مرتضى منصور ده شيخ، يعني في حاجات كده بتحصل معاه لما الواحد بيراجع نفسه ما تحصلش الا مع مرتضى منصور في الوقت اللي يطلع فيه ان هو في مفاوضات مع النادي الاهلي، وفي الوقت اللي ناديه مش عايز يدفع الفلوس الراجل يتقفش يتمسك، ما تحصلش الا مع مرتضى منصور. طيب نتمنى المشكله تتحل، مش عارفين ايه اللي هيحصل مع مصطفى. نتائج ماتشات النهارده كان فيه ماتشين. ام بي يعني الاول سيراميك كليوباترا اللي قلت طلائع الجيش طبعا وايسترن كومباني 1-1 في مباراه انا قلت لكم انها تخلص بالتعادل من الاسبوع اللي فات، لا يمكن تخلص باي نتيجه غير التعادل، لا يمكن 1-1. والماتش الثاني تعادل برضو سيراميكا كليوباترا وام بي 0-0، ماتشين خلصوا بالتعادل النهارده. عشان يكون جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات النهارده كالاتي: الزمالك في الصدارة 69 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني 62 نقطة،
الاهلي في المركز الثالث بمباراه اقل 59 نقطه بفارق 10 نقاط عن الزمالك وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز. خلي بالكم المنافسه الحقيقيه دلوقتي ما بين بيراميدز والاهلي على المركز الثاني. الاهلي بيحارب دلوقتي بشبابه والروح الجديده اللي موجوده وبعد ازاله الضغوط عن المدرب يعني في التوقيت ده من الموسم بيحارب ان هو عايز ان هو يقفل الجدول في المركز الثاني. عايز يقفل الجدول في المركز الثاني. ونفس الكلام بيراميدز. بيراميدز بكره عنده ماتش صعب جدا مع المحله في المحله، خلي بالكم ماتش صعب برضو. بيراميدز بيحارب ان هو عايز يقفل الدوري في المركز الثاني بغض النظر عن المشاركات الافريقيه واللعب في بطوله افريقيا ابطال الدوري اللي خلاص ابطال الدوري اللي حسم خلاص يعني والنادي الاهلي هيشارك فيه. لكن الصراع الحقيقي ان بيراميدز والاهلي الاثنين عايزين ينهوا الدوري في المركز الثاني. فيوتشر في المركز الرابع 48 نقطه، طلاء الجيش في المركز الخامس 46 نقطه. وهنا عايز اقف عند طلاء الجيش لان انا يعني في ناس بتقول ان مفيش مدربين مصريين كويسين او مدربين المصريين يعني اقل من المدربين الاجانب، وانا بقول ان ده ظلم. صحيح في مدربين اجانب عندهم ممكن علم اكتر وعندهم خبرات اكتر، لكن احنا عندنا مدربين مصريين السنه دي يعتبروا عملوا معجزه. يعني من النهارده تيجي بعد 5-6 اسابيع وتشوف موقف طلاع الجيش وتقول لي يا ميدو اراهنك ان طلاع الجيش هيفنش الدوري الخامس على الدوري، انا كنت راهنتك على 10 مليون جنيه. انا كنت راهنتك على 10 مليون جنيه، لان لا يمكن اي بني ادم عاقل يقول ان بعد 6-7 اسابيع ان طلاع الجيش ممكن يفنش خامس الدوري. لكن ده وراه ايه؟ زي ما بنتكلم في الزمالك ان المكانه اللي موجود فيها الزمالك دلوقتي وراها مدرب جامد، مدرب عارف هو بيعمل ايه كويس، عارف امكانيات لعيبته وايه اللي يقدر يعمله عشان يقدر ان هو ينافس على الدوري لغايه اخر اسبوع. برضو بصراحه في 2 مدربين السنه دي في الدوري المصري عملوا معجزه بغض النظر بقى هينهوا في المركز الكام، طارق العشري وعلاء عبد العال. فعلا الاثنين عملوا بينوا للناس كلها ان في مدربين مصريين متميزين ومدربين كويسين ويقدروا يعملوا زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات. خلي بالكم انا هقول لكم الكلام ده حتى لو ايسترن كومباني نزل درجه تانية، انا ما اعرفش مين اللي هينزل، بس يبقى على عبد العال. طبعا المعجزه هتكتمل لو 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 لو, لو, لو ابقاهم في الدوري، ولكن ما حدش برضو كان يقول ان ده هيبقى موقف ايسترن كومباني. معايا كابتن طارق العشري المدير الفني النادي طلاء الجيش. كابتن طارق مساء الخير. كابتن ميدو مساء الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك وحشنا. والحقيقه عايز اهنيك على اداء الفريق ونتائج الفريق في الفتره اللي فاتت، وعايز حضرتك تكلمني عن ماتش النهارده، ماتش صعب قدام فريق بيكافح والماتش كان متقفل بشكل كبير جدا. مفيش شك طبعا كابتن ميدو، الماتش النهارده مفيش شك يعني بين طموحين، احنا عاوزين نواصل المسيره بشكل كويس اللي ابتدينا والنفس على المركز الرابع، وبين ايستر كومباني وعاوز يعني بتجاهد من اجل البقاء في الدوري المصري. فالماتش فعلا كان متقفل تكتيكيا وكان بيتوقف على جزئيات بسيطه، يمكن كان ايستر كومباني السباق بالهدف. احنا عملنا بعض التغييرات التكتيكيه جابت ثمارها ورجعنا بسرعه للمباراه وخدنا زمام المباراه مره اخرى، لكن طبعا يعني انقصنا عدد كبير جدا جدا خاصه على الصعيد التهديفي او الخط الامامي في الفتره اللي فاتت، منهم طبعا فيكتور لعيب النيجيري، وده كان احد اللاعبين اللي احنا جبناهم في انتدابات يناير، عقده انتهى ب 30/6 وفضل ان هو يمشي. فقدنا يعني لاعب مميز وسكورر وكان مؤثر معانا جدا.
برضو ميدو غايب برضو للإصابة، رجب عمران غايب برضو للإصابة، وده الخط الأمام اللي أنا بعتمد عليه الله، مفيش غير محمد سمير. النهارده كل الولاد اللي انت شفتهم دول ولاد صغيرين، يعني بتديهم الفرصة ويمكن أثبتوا وجودهم بشكل كويس جدا جدا. أنا يعني عاوز يعني أثني على الولاد في الفترة اللي فاتت، لأن احنا لعبنا أربع مباريات في حوالي 10 أيام أو 12 يوم بالظبط، وده عدد كبير جدا على اللاعبين. يعني طبعا احنا تأثرنا الإصابات، إن احنا فقدنا أربع إصابات مهمة جدا جدا، رجب عمران، فيل، أنور، ميدو، طبعا دول لعيبة مؤثرة فقللنا في العدد. فالحمد لله رب ربنا إن احنا مواصلين، إن شاء الله كمان نواصل في الفترة القادمة. كابتن طارق، يعني عايز أسألك سؤال وقول لي بصراحة، لما بتلعب قدام مدرب بيلعبك بأسلوب مختلف، إنه بيقفلك كويس ويلعبك على الكاونتر اتاك زي الكابتن علاء عبد العال، هل ده بيخليك ان انت تحاول ان انت تغير اسلوب لعبك، ولا بتفضل تلعب بنفس مدرسه لعبك ونفس اسلوب لعبك؟ لا بالشكل طبعا بغير اسلوب لعبي، لان الاسلوب اللي بيلعب فيه، يعني مثلا كل المباريات اللي على ملعبي اللي هي بتبقى فيها زون ديفنس زي ما انت بتتكلم كابتن بيبو، طبعا مفيش حاجه محتاجه حلول، الحلول دي تيجي على حلول تكتيكيه او حلول مهاريه للاعبين ذات نفسهم. النهارده شوف حتى الهدف اللي احنا حرزناه، في حلول جيده جدا جدا، مهاره احمد سمير في الاسيست ثم اختراق فارس، وده احد الشباب الواعدين في منتخب الشباب، واحرزوا الهدف. في الشك طبعا المباريات التكتيكيه بتبقى مخلقه وتبقى عباره عن لعبه شطرنج بين اثنين مدربين، مين هو يتفوق. كل المباريات اللي انت شفتها لطلاع الجيش في الفتره دي اللي انا توليت فيها، طلاع الجيش فرض اسلوبه على كل الفرق، اجبر كل الفرق انها تلعب على اسلوبي انا، وده اللي خلاني ان احنا ننجح. الحمد لله رب العالمين، عملت معانا طفره كبيره جدا، واستطعنا ان احنا ننقل طلاع الجيش من فريق بينافس في الثلاثه اللي تحت على النزول، لفرقه النهارده دخلت في المربع الذهبي، والنهارده بتنفرد بالمركز الخامس، وعندنا طموح ان احنا نواصل في الفتره القادمه. كابتن طارق، عندكم لعيب كويس قوي اسمه خالد عوض، الباك رايت بتاع منتخب الشباب، هل هينضم للفريق وفور يعني وصول؟ هو اصلا منضم معانا من اللاعبين البرومس برضه، هو وفارس الاثنين دول في منتخب الشباب. بس الفتره دي طبعا تواجده مع منتخب الشباب، يمكن انا في الفتره اللي فاتت ديت او الفتره القادمه هتيها الفرصه اكتر للولاد الصغيرين بتوعنا، على اساس ان هم يكتسبوا خبرات في المباريات ديت، يعني بدايه للموسم القادم. وعندكم قطاع ناشئين كويس جدا يا كابتن. عندنا قطاع ناشئين مفيش شك مميز، ويعني دايما يعني كل سنه على الاقل اثنين لاعبين، عندنا في لعيب كمان مميز من قطاع الناشئين، انت شفت النهارده محمد سمير وشفت محمد شحات، دول برضو الرباعي دول كلهم من قطاع الناشئين. علي الزهدي من قطاع الناشئين، يعني النهارده كان في الملعب في خمس لاعبين من قطاع الناشئين عندنا. والله حاجه عظيمه يا كابتن، ان يعني ده ضروري ان الانديه اللي زي طلع الجيش والانديه لازم ان هي كل سنه تطلع 2-3 لعيبه، والحقيقه ان قطاع الناشئين في طلع الجيش بيتطور بشكل كبير جدا. كابتن طارق، اتفضل. انا مؤمن جدا جدا بان الامتداد الطبيعي زي زمان ما كنا احنا بنعمل للفرقه الاولى هي قطاعات الناشئين، صح، لازم هيوفر عليك ماديات كتيره جدا ويطلع لك مواهب. صحيح، احنا عندنا يعني بلان واضح، ويمكن ده انا قلته عندنا الاداره، عندنا فتره قادمه يعني هنحط عينينا على قطاع الناشئين، زي ما كنت عملت مع انت قبل كده، كنت عامل فريق الامل وكنت انا بشرف عليه شخصيا، فريق بتاع كهربا ورفعت واسامه، المجموعه الكبيره دي كلها بعد كده انتشرت في الفريق الاول. هو ده اللي احنا بنعمله مع قطاع مع فريق طلائع الجيش لاكتشاف المواهب، ان احنا بنستفيد كتير جدا جدا من القطاع ده، والنهارده زي ما قلت لك في خمس لاعبين من القطاع. كابتن طارق، الحقيقه بحييك على العمل العظيم اللي انت عامله جوه طلائع الجيش. عايز اسالك سؤال اخير بعد اذنك، النهارده يعني اتردد ان مصطفى فتحي قريب من طلائع الجيش، هل الخبر ده صحيح ولا حضرتك ما بتعرفش حاجه عن الموضوع ده؟ يعني احتمال كبير يعني. جود لك يا كابتن طارق، جود لك، شكرا. جود لك يا كابتن طارق، شكرا. احتمال كبير مصطفى فتحي يكون موجود في الفترة القادمة في نادي طلائع الجيش. طيب، عايزين نتكلم عن نادي الاتحاد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين طلع قرار
اول كابتن عماد النحاس قرر ان هو يقدم استقالته بعد ماتش امبارح والخساره من النادي الاهلي, وهو طلع قال ان انا يعني حاولت ان انا امشي من اسبوع لكن التوقيت كان صعب جدا. انتقد اللعيبه وقال ان لعيبه الاتحاد السكندري يعني معنى الكلام ان هم ما عندهمش مسؤوليه, يعني مش دريانين بالموقف اللي ناديهم فيه ومش مقدرين ان هم بيلعبوا في نادي كبير. ده ملخص الكلام اللي قاله كابتن عماد النحاس بعد يعني تقديم استقالته امبارح. و يعني ال 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 انا بقول ان عماد النحاس اتظلم في تجربه الاتحاد بكل صراحه. عماد النحاس مدرب كويس جدا, مدرب كويس جدا, وعايز اقول لكم برضو احقاقا للحق يعني بمعرفتي الجيده بشخصيه عماد النحاس, اخر واحد في الدنيا ممكن يفوت ماتشاته هو عماد النحاس, لانه راجل محترم وراجل امين. بقول لكم بصراحه اتظلم ليه؟ لان فرقه الاتحاد دي مبنيه على اسلوب لعب بتاع الكابتن حسام حسن, ده اسلوب لعب مختلف تماما عن اي مدرب تاني في مصر. اسلوب لعب بيتطلب الضغط العالي, بيتطلب فتره اعداد معينه فيها احمال معينه, اي مدرب تاني يجي يشتغل بعد كده الموضوع مش سهل, الموضوع مش سهل. واكيد اداره الاتحاد والكابتن عماد النحاس كانوا عارفين الكلام ده. الاحمال بتاعه الكابتن حسام حسن في فتره الاعداد احمال عاليه جدا, لكن هو بيعرف ازاي وهو شغال في وسط الموسم لو هو لسه موجود ان هو يخلي الفريق يفضل شغال بنفس المعدلات البدنيه لغايه نهايه الموسم, وهو نجح في الكلام ده مع المصري اكتر من موسم ورا بعض ان هو ينهي الموسم بشكل جيد. انما لو جه مدرب عليه اشتغل في النص, التاسك مش سهل, المهمه مش سهله, صعبه, محتاجه يعني ذكاء كبير جدا ومحتاجه اسلوب شغل معين. فانا بقول لكم ان عماد النحاس اتظلم في تجربه الاتحاد, وانا بتمنى كل التوفيق للكابتن عماد النحاس طبعا في خطوته المقبله اللي لازم ان هو يعني هو اكيد خارج من 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 مجهود كبير جدا, مجهود ذهني كبير جدا كان في موجود في المقاولين وسوء نتائج وبعد كده الاتحاد والضغط الكبير اللي موجود في الاتحاد. انا حاسس يعني بيه وانا بتفرج على ماتشات ان هو كان تحت ضغط كبير جدا. فدلوقتي مهم جدا ان هو يستريح, ودي نصيحتي ليه, اوعى تاخد الخطوه اللي جايه دي على طول, لازم تستريح وتاخد نفسك. الخطوه اللي جايه تكون مدروسه كويس, تكون واخدها واخد القرار بذهن صافي. كل التوفيق للكابتن عماد النحاس, لكن بيتولى مسؤوليه النادي الاتحاد المسؤوليه الفنيه الكابتن الكبير الكابتن محمد عمر ابن نادي الاتحاد السكندري وابن اسكندريه, ودي الولايه الخامسه للكابتن محمد عمر مع نادي الاتحاد. وكان الانديه يعني الكبيره والانديه الشعبيه بتعود لابنائها او ابنائها بيعودوا ليها مره تانية. بتتكلموا على مصطفى عبده في المحله, بتتكلموا على حمزه الجمل في الاسماعيلي, وبتتكلموا على محمد عمر طبعا مع حفظ الالقاب في نادي الاتحاد. وانا شايف ان هو قرار صائب, لان انت في التوقيت ده عايز مدرب عارف النادي كويس, عارف اجواء النادي كويس, عارف مناخ النادي, اكيد متابع الفريق عن قرب. طبعا كابتن محمد عمر وهو مش موجود هو مشجع لنادي الاتحاد وراجل محلل في التلفزيون, فعلى طول بيحلل ماتشات الاتحاد وعارف فريق كويس جدا. فانا يعني بقول ان هو اختيار صائب من الحاج مصلحي, وبنتمنى طبعا التوفيق لكابتن محمد عمر, ونتمنى التوفيق طبعا ده الجهاز كله من ابناء الاتحاد, كابتن محمد عمر, كابتن محمد نور, كابتن عصام ربيع, كابتن يوسف حمدي. كابتن يوسف حمدي طلع معانا حلقه, طلع الجهاز بتاع الفريق الاول اللي بيجي عندنا الريمونتادا بيشتغل, ربنا بيكرمه اخر كرم. بدايه من جده. حد يقول ان كان جده هيروح جهاز المقاولين؟ جده في جهاز المقاولين. بعد كده مين؟ شيتوس رايح قريب جهاز مهم. ماشي يا عم شيتوس. ويوسف حمدي جه معانا حلقه تاني يوم موجود في الجهاز بتاع نادي الاتحاد. بنصح كل لاعبي كره القدم بان هم يجوا يزوروا الريمونتادا ضيوف, هتشتغل على طول.
ثانية احنا برضو يعني ايه يعني مبروك لكابتن يوسف حمدي، كابتن مجدي بهلول مدرب حراس مرمى، كل التوفيق للجهاز الفني الجديد لنادي الاتحاد والجمهور الاتحاد، وان شاء الله الاتحاد ينهي الموسم بشكل كويس ويقدر يحضر نفسه للموسم الجديد بشكل كويس. بكره في يعني ماتشين، ثلاث ماتشات مهمه جدا، غزل المحله وبيراميدز الساعه 6:30 في استاد غزل المحله، ماتش مهم جدا وماتش صعب على بيراميدز على فكره، مش سهل. فرقه المحله فرقه اجريسيف وفرقه على ملعبها مش سهله. بيراميدز طبعا عندهم حلول اكتر وكواليتي اعلى، ولكن يعني غزل المحله فريق عنيد، فريق صعب وموقفه مش سهل، فواحد من المحطات الصعبه على بيراميدز. طبعا بعد كده في البنك الاهلي وفاركو الساعه 9 مساء في ملعب بترو سبورت، ماتش برضو هتكون متقفل، فرقه فاركو في ملعب بترو سبورت ملعب ضيق، هتقفل الملعب كويس. وطبعا في نفس التوقيت الساعه 9 مساء على استاد القاهره الزمالك هيواجه مصر المقصه في ماتش يعني مهم جدا للزمالك، وماتش يعني الانجليزي بيقول لك تريكي. يعني ايه تريكي؟ يعني ماتش يعني ايه خادع، ماتش خادع. ليه؟ لان فرقه المقصه ترتيبها عدد النقاط اللي اتحصلوا عليها ممكن يوحي للاعيب الزمالك بان المباراه سهله، بس الحقيقه بتقول غير كده. فرقه المقصه احرجت النادي الاهلي في ملعب السلام، في ملعب الحربيه انا اسف، كان الماتش الثاني، فرقه يعني يعتبر ما لهاش ضغوط خلاص بنسبه كبيره جدا، خلاص عارفين ان هم ممكن ينزلوا او هينزلوا، تمام. فده ماتش اللعيبه بتاعت المقصه هي الفرصه الوحيده والاخيره ليهم في الدوري الممتاز ان هم يعبروا عن نفسهم وان هم يجدوا عروض. خلي بالكم اللعيبه دي مش عايزه انها تنزل تلعب في الممتاز بيه، معظمهم عايز ان هو يجد عروض، فما فيش فرصه احسن من بكره. ففرصه والخساره دي على فكره تنزلهم رسمي، ينزلوا رسمي يعني بالورقه والقلم والارقام. فالنهارده لعيبه الزمالك لازم تاخد بالها كويس جدا من الماتش. ليه؟ لان الماتش بتاع بكره ده لعيبه الزمالك لازم تفهم ان هي بتلعب قدام فرقه كافراد عندهم دوافع كبيره جدا، ولازم الدوافع دي يقابلها دوافع اكبر من لعيبه الزمالك. وانا رسالتي لعيبه الزمالك، اوعى حد ينيمك ويقول لك احنا فقدنا الامل في المنافسه على الدوري. مفيش حد من المنافسين بتوعكم فقد الامل في المنافسه على الدوري. النادي الاهلي قد يكون خد قرار ان هو يعني يريح لعيبته الكبار، بس صدقوني عقليه الاهلي وشخصيه الاهلي انه هيفضل ينافس على البطوله طول ما هو عنده امل فيها حتى اخر نفس، حتى اخر نفس، هي دي عقليته. فلعيبه الزمالك لازم تبقى عارفه الكلام ده كويس جدا، وما تخليش ترتيب المنافس ونتائجه الاخيره تخليك ان انت تضمن المباراه، تبقى حاطط داخل المباراه حاططها في جيبك. الماتش ده لو ما فيش اهتمام كبير، لو ما فيش اهتمام كبير من لعيبه الزمالك ان هم يقتلوا الماتش بدري وان هم يبقى عندهم دوافع كبيره جدا ويعرفوا اهميه الماتش، الماتش ده هيبقى صعب على نادي الزمالك. ولكن لعيبه الزمالك عارفين كويس جدا ان فاضل على الحلو ثلاث دقات، فاضل على الحلو ثلاث دقات، واكيد ده جوه مخ كل شخص موجود داخل نادي الزمالك. دي قائمه نادي الزمالك اللي اعلنها فريرا النهارده. طبعا في غيابات حسام عبد المجيد وفي غيابات يعني مهمه، عواد ونديم الاثنين في حراسه المرمى، محمود علاء، عبد الغني، الونش، عبد الله جمعه، فتوح، عبد الشافي، حازم امام، المسلوسي، اسلام جابر، محمد اشرف رؤى، محمد خضري، يوسف اوباما، شيكابالا، زيزو، يوسف اسامه، سيف فاروق جعفر، سيد عبد الله، نيمار اللي انا معجب بيه جدا يعني بصراحه، انا معجب بنيمار ده جدا، هو حسام عبد المجيد اكتر اثنين يعني لعيبه عندهم شخصيه نادي الزمالك وفعلا فعلا لعيبه كويسه.
عايزهم رجليهم تفضل على الارض وما يطيروش، لانهم لسه لازم يفهموا ان هم ما عملوش حاجه. محمد الخضري يعني اول مره ينضم من ناشئين النادي رقم 53. سيف الجزيري افضل مهاجم في الدوري المصري في الفتره الاخيره. الغيابات اللي داخل بيها المباراه نادي الزمالك يعني حسام عبد المجيد للايقاف، امام عاشور للايقاف، عمر السعيد عدم الجاهزيه، ايمن حفني عدم الجاهزيه، محمد طارق اسباب فنيه، والسيد عطيه لاسباب فنيه. وطبعا اهم غياب هو غياب فريرا. طبعا انتوا عارفين ان فريرا موقوف مش هيبقى واقف على الخط. في ناس ممكن تقول لك ده مش مهم، لا، المدرب صاحب الكاريزما وصاحب الشخصيه القويه اللي ليه تاثير على اللعيبه خلال ال 90 دقيقه من على الخط، عدم وجوده بيبقى مهم وبيفرق. عشان كده يعني كابتن اسامه نبيه في اعتقادي بكره هيبقى واقف على الخط، ليه دور كبير جدا في ان هو ما يحسسش اللعيبه ان فريرا مش موجود. وطبعا كابتن اسامه نبيه راجل عنده خبرات كبيره وتولى مهمه الرجل الاول قبل كده، وراجل مسك كمدرب مؤقت قبل كده، وراجل اشتغل مع مدربين كبار، واكيد فاهم كويس قوي معنى الكلام اللي انا بقوله ده. مهم جدا ان اللعيبه وهي بتلعب تبقى حاسه ان فريرا هو كانه موجود على الخط. ده غير طبعا ان لازم يبقى في تواصل دائم يعني موجود ما بين الجهاز وما بين فريرا. لكن هتقول لي غياب فريرا مش مهم، لا، غياب فريرا من الخط مهم ولازم يتم تعويضه يعني يعني بقوه، واللعيبه تبقى حاسه بكده. لكنه هيبقى موجود في الملعب طبعا، موجود في المدرج. على فكره عايز اقول لكم حاجه، في انجلترا لما مدرب بيبقى موقوف ممنوع يقف في المدرج، ممنوع يخش محيط الملعب حتى. تتفرج في الاوتيل، تعمل اتصالاتك في الاوتيل وكل الكلام ده كله. لكن في مصر القانون مختلف. كل التوفيق للفريقين في ماتش بكره ان شاء الله. طبعا بعد الفاصل هيكون معايا الفقره اللي حضراتكم كلها بتستنوها، هيكون معايا الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ ماهر غريب. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا، انضم لي الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ ماهر غريب. استاذ شريف مساء الفل. مساء الجمال يا كابتن. مساء الفل يا استاذ ماهر. مساء الخير يا كابتن، اهلا. هو بيلبس الابيض ليه في الحلقه دي؟ ما اعرفش، بيحاول ان هو يعني بيحتفل بفوز الزمالك في الدوري ان شاء الله، الفوز المنتظر. لا انا ساعه بس جاي مزاجي رايق، متفرج على الزوجه الثانيه وسامع ام كلثوم في العربيه. مزاجي رايق. ما بقاش يتابع ماتشات الاهلي خلاص. زهق، ما بقاش يتابع ماتشات الاهلي، فبيتفرج على افلام وبيسمع اغاني، بيتفرج على كل ماتشات الاهلي. لا زهق بقى خلاص، عنده كل زي معظم الاهلاويه دلوقتي، ممكن يكونوا مش عابين يتفرجوا يعني خلاص. بس بجد يعني انت يعني كان وحشك مهرجان الجول اللي انا كتبت عليه يعني؟ يعني كان، لا كان وحشك بجد؟ اللي هو ايه؟ مهرجان الجونه؟ كنت زعلان ان هو يعني ما تمش اقامته السنه دي ونادي الزمالك عمل مهرجان الجونه. كان بيديروه الكابتن امين عمر؟ ها؟ كان بيديروه الكابتن امين عمر؟ ماله كابتن امين عمر؟ قول لي غلطه عملها كابتن امين عمر زي الفل. طب قول لي بجد؟ ما اعرفش. اقول له انا اعرف ان بروح البروتوكول بتقول لما الكره تقف نطلع نبص على الفار، مش هوقف الماتش عشان اروح ابص على الفار. يعني هو الجونه كانوا رايحين يجيبوا جون مثلا؟ ما كانوش، ما فيش حاجه. كرة ضربة جزاء يا استاذ شريف. هو انا قلت لك انها مش ضربة جزاء. كابتن لغاية ما راح الفار الزمالك ما خرجش من منطقة جزاء الجون. يعني من بداية صفارة الحكم لغاية ما راح الفار الكرة ما خرجتش من منطقة جزاء الجون. انت عايز ايه يعني؟ ما هو لو ممكن نفضل كده 90 دقيقة. الف مبروك. طيب عايزين نتكلم على موضوع كهرباء يا استاذ ماهر. النهارده تردد يعني كلام ان النادي الاهلي بصدد مساعدة كهرباء في دفع الغرامة الموقعة عليه اللي المفروض ان هو يسددها لنادي الزمالك. انت تصدق الكلام ده وشايف ان هو ممكن يكون صحيح؟ ولا مجرد كلام ميديا واعلام؟ لا اكيد الكلام فيه جزء كبير من الصحه، لان الاهلي وكهرباء شركاء في اللي حصل. ما تقدرش تفصلهم عن بعض. اكيد الكلام فيه صحه؟
بأمارة ايه يعني؟ اكمل بس انا ما اتكلمتش اصل اكيد الكلام دي في صحه يعني اسم يعني حضرتك اسم على الشاشه اتشال ما لحقتش اقول انا ما لحقتش اقول بسم الله الرحمن الرحيم في شركه الكوره وفي مجلس الاداره بسم الله الرحمن الرحيم لا اصل اكيد دي يعني انت كنت نايم تحت الترابيزه في شركه الكوره وفي مجلس الاداره وعرفت ان ده هو انت دورك انك تدافع عن النادي الاهلي لا مش دوري انا دافع عن اصل لا انت مش محامي النادي الاهلي اصل انت مش محامي النادي الاهلي ولا انت محامي كهربا ولا محامي الاهلي انت كهربا لعيب فين في النادي الاهلي تمام مين اللي ودى كهربا البرتغال النادي الاهلي والكلام ده باعتباره إيناسيو مدرب الفريق اللي راحوا كهربا بعد ما خرج من الزمالك الراجل ده ليه تصريحاته موجوده والناس ممكن تدخل على اليوتيوب وتشوفها قال كهربا قالوا لي في اداره النادي اللعيب ده جاي لك 3 شهور وهيمشي ايوه ماشي بس ما جابش سيره الاهلي ما هو يا كابتن من غير ما يقول سيره الاهلي هو مشي من الزمالك طب انت خلاص يعني لا 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 يعني ممكن يكون كانت في اتفاق ما بين كهربا وما بين اداره النادي البرتغالي ان انا هاجي لكم 3 شهور بس وامشي يا كابتن عشان يرجع الاهلي اسمعني هو دلوقتي الف في اوروبا النادي لما يكون هيجيب لعيب المدرب مش بتاخد رايه لا الراجل المدرب الناس ما بتاخدش رايه عشان هو النادي هو النادي ياخد كهربا 3 شهور ومعروف هيروح على فين بعد كده ما علينا وساب الزمالك وساب الزمالك قبل الموسم ويخلص وضاع الدوري والامور دي كلها كان شغله معروف ومترتب خلي الامور بس تكون واضحه النهارده لعيب كهربا لعيب في النادي الاهلي وقعت عليه غرامه تمام مين هيدفعها كهربا والنادي الاهلي والله ياخدوها من النادي الاهلي كلها ياخدوها من كهربا كلها ده شيء لا يعني نادي الزمالك في شيء نادي الزمالك يقعد مرتاح وفلوسه هتجيله من الاهلي من كهربا من مستثمر عربي من الله اعلم انا كنادي الزمالك انا كمكان اداره نادي الزمالك الفلوس تجيني اللعيب مجمد هيفضل مجمد واذا ما دفعش الفلوس هيتوقف فتره ثانيه بدليل يا كابتن طب انا اقول لك هكمل لحضرتك بدليل ان اسر الكهرباء بتتوسط لدى اداره الزمالك لتقسيط المبلغ دوت في ظروف طبيعي يا استاذ ماهر يعني انت النهارده عليك مثلا 2 مليون دولار طبيعي ان انت الجهه اللي انت المفروض ان انت تسدد لها الفلوس ان انت هتروح تحاول تقسط الفلوس دي طبيعي لكن انت لو رئيس نادي الزمالك يا كابتن تقسط له الفلوس لا انا ما بتكلمش على رئيس ليه الزمالك. انت عارف ليه لانه رئيس الزمالك دي مش فلوسه هو غلط لا هو غلط اللعيب غلط وغلط في حق الزمالك وفي جماهيره فلازم يتحمل نتيجه تصرفه ودي رساله لكل لعيب بيستخدم انديه يعمل كباري عشان ينتقل لانديه اخرى لا الكلام اللي انت بتقوله ده ما حصلش لا مش موجود الكلام اللي بتقوله ده الكلام ده مش موجود مش موجود يعني قانونا وعلى الورق وكل حاجه مش موجود اللي هو ايه على الورق اللي هو كوبري لا يعني ده راجل راح في تجربه ممكن يكون فشل ورد على النادي الاهلي فشل فينا يا كابتن في التجربه هو لعب يا كابتن عشان يفشل ماشي هو لعب ما عجبش ما انت بتقول ان هو جاي غصب عن المدرب ما هو المدرب اصلا مش هيلعبه ده الراجل رايح الفتره دي لان ما كانش ينفع يخرج من نادي الزمالك يروح على النادي الاهلي ما كانش ينفع خلصت عشان اكمل بس ما كانش ينفع لعيب كان لعيب نادي الزمالك بشكل او باخر خرج من نادي الزمالك بمحاوله لخطف اللاعب دوت خلاص النهارده لما وقعت عليه غرامه والزمالك انتصر في الملف القانوني لدى الجهات المختصه في الاتحاد الدولي انتصر في الموضوع دوت انتصر وكسب معركه كبيره جدا معركه كبيره جدا كسب انتصر في كل حاجه دلوقتي بص يا كابتن ده كمل بس يا كابتن معلش خلاص عشان ما نطولش الموضوع ده موضوع يعني مش محتاج الهيصه دي ولا تنافس نفسك لا موضوع انتصار معنوي انتصار معنوي جدا بس اصل كلمه اكيد دي يعني هو كان نايم في تحت ترابيزه في مجلس الاداره او في شركه الكوره وعرف المعلومه يعني طبعا ده كله كلام كله خرف وما حصلش لان انا هفترض جدلا ان ده هيحصل الاهلي هيقيده تحت بند ايه يعني الفلوس اللي هتطلع من النادي الاهلي دي هتتعيد والجهاز المركزي لما يجي يراجع خسائر او شنو لا خسائر زي الخسائر الموجوده لا لا انا اقول لك انا بص ما دخلتش زي الخسائر الموجوده ما دخلناش ماهر لا مش خسائر ده مش اسلوب كلام لا مش خسائر ده مش اسلوب كلام دي مش خسائر ده مش اسلوب كلام بس انا اقول لحضرتك ده مش اسلوب كلام انا عايز اقول لك مش خسائر اذا كان عند الاهلي خسائر انتوا كنتوا بتجيبوا 17 وتمشوا 17 وكنا عارفين بيمشوا ازاي ويجوا ازاي انا قلت لك الزمالك بيكسب ماشي يعني اذا كنا هنتكلم على الخسائر بقى لكم 7 سنين بتجيبوا 17 18 لعيب وتمشوا 18 لعيب كل سنه وعارفين البيزنس اللي بيتعمل في القصه دي النادي اللي انت بتتكلم عنه اللي انت فرحان بيه ده انا ما بجيبش لا انا مش لا فانا عايز اقول لك يا كابتن هتتعيد طب معلش قول لي يا كابتن الناس في زمامها لو في البيزنس ده معنى كده ان انا عايز اعرف بلاش القصه انا عايز اعرف باي منطق الاهلي هيقيد الفلوس دي لا ليه لا ليها مليون طريقه ايه بقى يا كابتن قول لي طريقه اقول لك ان انت تنهي عقد كهربا تمام وتجدد عقده تمام بساينمون فيز يعني ساينمون فيز ان هي ده الفلوس دي هنديها لك دي هديه مقدم العقد تمام وبعد كده تعمل له الراتب الشهري بتاعه اقل من الراتب الشهري اللي هو بياخده دلوقتي ويتخصم المقدم اللي انا بديه لك ده جزء منه يعني هتخصم منه لا جزء يعني منه هتخصم جزء منه. منه يعني هتخصم من اللاعب يعني اللاعب هو اللي هيسدد في جزء منه بس ممكن يعني يعني قانونا لا انت بتقول لي ليها طريقه قانونيه ليها مليون طريقه قانونيه اي محامي يشتغل يعني يشتغل القصه دي ويعملها لك انت دلوقتي قلت ان هم هيقللوا قيمه عقده وياخدوا الجزء اللي هيقللوه ده ويدفعوه للغرامه ماشي لكن مش
مش هي مش هي مين اللي الاهلي هيطلع من جيبه؟ مين اللي هيدفع دلوقتي؟ مين اللي لا لا مش الاهلي مش مين اللي هيدفع دلوقتي؟ اتنفى الكلام ده اصلا الكلام اللي انتوا بتقولوه. لا ما اتنفاش يا استاذ شريف. اتنفى يا كابتن. ليه اتنفى؟ اتنفى على المواقع والله. على المواقع على اي مواقع؟ ما هو طبيعي انه اتنفى على المواقع اللي انتوا جبتوا منها خبر ان الاهلي هيدفع. لو حضرتك جبتوه منين يعني؟ ما هو الاعداد بتاع ساعتك جاب مش جاي من المواقع. اتنفى الكلام ده برضه على نفس المواقع. بس احنا عندنا مصادرنا الناس اللي شغاله بره دول. وانا بقول لك بقى من مصادر جوه النادي الاهلي. انا من مصادري بقى جوه النادي الاهلي الكلام ده مش عارف. طب اسالك سؤال. هو قرار الكهرباء دي مش تدفع قبل انتهاء المده قبل نهايه قبل نهايه السنه دي؟ غرامة الكهرباء تدفع للزمالك ولا لا؟ ممكن رجال اعمال يدفعوا. بس ايا كان انا بص يا كابتن نادي الزمالك يهمه ايه؟ مش النادي الاهلي بقى. نادي الزمالك يهمه ايه؟ مش خسائر النادي الاهلي. نادي الزمالك يهمه ايه؟ الفلوس تدخل خزينته. والله بقى من النادي الاهلي من كهرباء من رجال اعمال انا نادي الزمالك اكيد ما يفرقش معاه. لكن النتيجه اللي احنا لازم نتفق عليها ان الفلوس هتسدد سواء الاهلي سددها وبعدين يبقى ياخدها من كهرباء على مراحل. ان هي الفلوس هتدخل من 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 اي كان الجهه من حساب اللعيبه بتاعته جزء منها ولا حاجه. فيك نسبه يعني في نسبه ليك يعني. انا قلت لك ده انتصار يعني معنوي لان دي عقوبه اللاعب. اي لاعب مش بس كهرباء اي لاعب يتمرد على ناديه وما يجيش. خلونا يا جماعه نفترض ان يكون في عالم الاحتراف في مصر الناس تمشي بشكل محترم من انديتها. احنا لسه كان عندنا تجربه قول لي بقى مين اللي مشي محترم من عندكم. ممكن ارد. ما تقول لي بقى على اللعيبه اللي شارياكوا. ما تقول لي على اللعيبه اللي شارياكوا في الاتحاد الدولي والغرامات اللي عليكم بالملعب. طيب اصل انا دوري ان انا 50 مليون جنيه. اصل انا دوري ان انا ارد بلسان كهربا. ممكن كهربا يقول لك ان انا راجل كنت ببلقى معامله سيئه من اداره النادي وبناء عليه ان انا اخذت قرار ان انا لازم امشي. خلاص هو شاف كده. يعني انا برد عليك ان هو كهربا نوصل النتيجه النهائيه يا كابتن. النادي الزمالك اشتغل صح في القضيه. تمام. خد الاجراءات القانونيه. تمام. وهيحصل على العائد المادي. على فكره كهربا فاد نادي الزمالك ماديا اكتر من اي لعيب في اخر 15 سنه. نادي الزمالك اعار كهربا الاتحاد جده اعاره بفلوس يعني جامده جدا. وبعد كده في الاخر كهربا استفاد ماديا كويس جدا. من تجربته في الاحتراف في السعوديه. صحيح. يعني كهربا استفاد كتير جدا جدا. طيب ما جدا ده كان الهدف من تجربته في الاحتراف في السعوديه. لكن المحصله النهائيه ان الزمالك ليه فلوس هياخدها. بس ده اللي يهم اداره نادي الزمالك دلوقتي. طيب انا ممكن هو سالني سؤال بس يا كابتن بعد قال لي مين اللاعب المحترف. لا الطريقه اللي انهى بها الزمالك عقده مع اشرف بن شرقي في ظروف صعبه ظروف استثنائيه واحد من 1000 ده مش لعيب عقده انتهى نهايه واحد من 10 لعيبه وقبل فرجان. لا فرجان كان اشرف ماشي وعليه 800000 اشرف اشتكى وخده. لا ما اشتكاش. لا بقول لك يا كابتن انت الزمالك بيدفع. امال القضيه اللي على الزمالك دي ايه يا كابتن؟ لا دي بتاعت ابو طيب وبتاعت والنجاز في اواضي لا النجاز حصل معاك شويه. اسمعني بس حصلت شويه ده لسه حاصل دلوقتي. لكن كان في شكوى. ايوه لكن كان في شكوى انه ما خدش مستحقات. النجاز هو اللي هرب من الزمالك. هو اللي هرب من الزمالك اللي على الزمالك ده. هو اللعيب نفسه هو اللي طلع 250 مليون جنيه اللي على الزمالك دول ايه؟ فين مين قال جبت منين الرقم دوت؟ هتحاسب. ارد عليك من نفسك. لا حضرتك مش 250 مليون. ما اعرفش كام بس حوالي 12 مليون. في قضيه بطايق حوالي 12 مليون دول احسبهم حضرتك على مين كل 12 مليون؟ يا استاذ كل حاجات كتير جدا تم تسويتها. لكن والتسويه بتاعت النادي البرتغالي موضوع موضوع تسويه محمد ابراهيم صالح الزمالك. الزمالك موضوع النجاز خلصان تقريبا. انت مستفيد منه على فكره. انا ما بقولكش ان الاداره يعني في اخطاء طبعا ادت لديون وقصه محمد ابراهيم دي كارثه. طبعا كارثه قصه محمد ابراهيم دي ان لما يروح ويتباع لنادي تاني تاخد منه 20% في اتباع او بتاع مليون يورو لما يتباع لنادي تاني من زمان مليون. وبناء على هذه القضيه المستشار مرتضى منصور خد قرار باستبعاد المهندس هاني زاده من قائمته في الانتخابات أصل. لان عارف ان القصه دي كانت عنده اصل بي... يعني لا أصل بس انت كمان ضمن ما دي خسائر. لا ما دي خسائر اشرف بن شرقي. انت كنادي الزمالك انت متضرر من نظام الكوره من نظام نهايه الموسم. كل الانديه متضرره. لا بس انت لا عندك لعيبه سوبر ولعيبه. انت معلش مين نجوم طلع الجيش اقول الهداف بتاعهم مش انا لسه كنت بقول له قبل ما نتفرج تمام. ممكن اسال استاذ شريف سؤال معلش؟ تمام. انت كراجل اهلاوي النهارده كهربا تسدد الغرامه ايا كان مين سددها وترفع عنه الايقاف. انت كراجل اهلاوي تحب ان هو يستنى مع الفريق طبعا. ولا تتم اعارته؟ طبعا لعيب مهم طبعا. ممكن يكون كان مستواه متراجع في فترات لكن لعيب مهم ومؤثر طبعا كهربا. وكان موجود في منتخب مصر وكان مؤثر في منتخب مصر في كاس الامم وفي كاس العالم. لا لعيب مهم طبعا. يعني ايه المانع ان هو يكمل؟ وانا بتفق معاك. كان موسيماني عنده خطا كبير جدا في ان هو واستبعده في وقت حرج وكان النادي كان عايزه او الفريق كان محتاج لعيب بخبرات كهربا. هل يكون عندك تخوف ان هو بقى له فتره كبيره ما بيشاركش ان ده ممكن ياخد وقت ولا في وقت كافي؟ بالتاكيد هياخد وقت طبعا. بالتاكيد طبعا هياخد وقت طبعا. بقى له فتره طويله ما بيشاركش والايقاف والقصه دي. لا هياخد وقت طبعا. بس هو مهم لعيب مهم طبعا. ولعيب كان ليه دور في البطولات اللي خدها الاهلي من ساعه ما جه. صحيح. فدي دور مهم. بس يعني موسيماني يا كابتن هو موسيماني ظلم كهربا ولا كهربا اللي ظلم نفسه مع موسيماني؟
هو ليه مشي؟ ليه موسيماني اصر ان الراجل ده يمشي من الفرقه؟ الراجل ده وضع نظام داخل غرفه الملابس، اي مدرب محترم لازم يكون مسيطر على الغرفه، لما يجيني لعيب هيخرب الجو جوه الغرفه هو لو حتى افضل لعيب في النادي مع السلامه يمشي. ده اللي عمله موسيماني، وده شيء محترم على فكره، ولولا ان موسيماني صح ما كانتش اداره الاهلي وافقت على رغبه موسيماني. يعني اكيد كان ممكن يناقشوه ويشوفوا اي حلول يحاولوا يوفقوا الاوضاع بين موسيماني. حتى لما اداله شهر حرمان من التدريب مع الفريق الاول كان في ضغوط كتيره على موسيماني وقت هو موجود، ان كهربا حتى لو يرجع يتمرن مع الفريق الاول الراجل رافض. خلاص العلاقه بين موسيماني وكهربا، الراجل مش هيدخل غرفه ملابس الفريق الاول، كان عدم وجوده. فده كان شيء محترم من المدرب على فكره، ومحترم من اداره الاهلي انها نفذت رغبه المدرب للحفاظ على روح المجموعه جوه الغرفه. طب مارك كلاتنبرج وصل ويعني الاول اتقال ان هو هيتسلم مهام عمله بدايه من هذا الشهر، ان هو يوصل طبعا يوم 6/8 يتسلم مهام عمله. بعد كده الكلام اتغير ان لا مش هيستلم مهام عمله بشكل رسمي الا في بدايه الموسم الجديد، وان هو دلوقتي في مرحله يعني الاستكشاف من المسؤولين الموجودين على التحكيم ومن الكابتن عصام عبد الفتاح. في رايك التويست اللي حصل ده، ان حصل تويست؟ نعم. فين التويست؟ فين الحكايه اللي حصل؟ السببه سبب اللي حصل ده النادي الاهلي. الان الاهلي بعد قراراته الاخيره اللي بعد مباراه فاركو واضح انه عايز يكون لجنه الحكام، وعايز يعاقب الحكم الفار محمود عاشور، وعنده شويه طلبات. عايز اقول لك خبر بس ان تم تعيين رسميا الكابتن محمود عاشور حكما للفار في مباراه الغد، في مباراه غزل المحله وبيراميدز. ده خبر جيد، ولكن يؤخذ على اتحاد الكره حاجه. كان يجب على اتحاد الكره في الامر ده تحديدا يا كابتن يدافع عن محمود عاشور، خاصه بعد ما الراجل قعد معاه. هم اضعف من هم دافعوا عن حد. اسمعني بس، هم اتحاد الكره اضعف من هم دافعوا عن حد. انا عايز اقول لك لا، ما هو بيرد على النادي. خليني بس ثواني بس، قصه كلاتنبرج دي انا لا انا اللي سالت، انا اللي سالت على كلاتنبرج على فكره، عشان بس عشان اقول لك بس عشان ما تقولش انا لسه ما جاوبتش. لا خلينا دخلت في قصه ثانيه. طب اقول اجابتي بس. طيب بص يا باشا، اقول اجابتي. طيب اولا طب سيبه دي قصه، دي قصه يعني، اقول اجابتي. طيب اديني فرصه اقول اجابتي. خلاف على الترابيزه جوه اتحاد الكوره ماشي، بعيد عن الاهلي وبعيد عن القصه دي، والقصه من قبل. طب قول لنا ايه القصه اللي عندك؟ قصه خلاف على ان حازم الكابتن حازم امام وكابتن بركات جايبين كلاتنبرج يبقى رئيس لجنه الحكام ماشي. الناس الثانيه اللي جوه المجلس، بقيه المجلس طبعا الاستاذ جمال علام، لا عايزين نراضي عصام عبد الفتاح، ما ينفعش نمشيه كده، ده الراجل ده واقف جنبنا. طب وهل ده ينفع يا استاذ شريف؟ خلاص النهارده يعني بقى الراجل، عايز اقول لك الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن عصام عبد الفتاح هاجم كلاتنبرج وفكره. ايوه طبعا، وانا استخدام خبير اجنبي والكلام اللي هو قاله ماشي. هل ده ينفع؟ انا عايز اقول لك قول الفصل بس عشان نفصل في الموضوع ده. الوزير قال دلوقتي كلاتنبرج جاي رئيسا للجنه الحكام، رئيسا للجنه الحكام واضحه. من امتى دلوقتي حالا؟ من امتى؟ لا يعني رئيسا من امتى؟ من اي وقت؟ لا دكتور اشرف صبحي ما جابش سيره. من امتى؟ لا هو قال من اي وقت؟ ملف التحكيم بكام؟ ايه الجديد يا كابتن؟ معروف ان كلاتنبرج لا مش معروف. لا مش معروف، غيروا كلامهم اكتر من 6-7 مرات. اجاوب بقى بعد ما الاهلي طلع بيان، بعد ما الاهلي طلع بيان النهارده. هو بص ماشي، بعد ما الاهلي طلع بيان رقم كام؟ رقم 1000. الحمد لله الحمد لله، شبعنا بيانات والله، شبعنا بيانات. وخد بالك، طب ماشي خلينا بس في كلاتنبرج. يا ماهر ماشي خلينا نتكلم في كلاتنبرج. ما تفش الحوار يا ماهر، انت اللي انا ما جاوبتش والله. كلاتنبرج اول ما طلع البيان بتاع النادي الاهلي بتاع اقاله اللجنه والكلام ده، راح قال لك، جالنا رسائل على الواتس من الاعلاميين المسؤولين في اتحاد الكوره، كلاتنبرج يوم السبت جاي عشان يبقى رئيس لجنه الحكام ماشي. بعديها ب 48 ساعه صفحه الاتحاد، كلاتنبرج اجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم السبت يوم الاحد بعد وصوله لتطوير التحكيم، ورئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح. النهارده كلاتنبرج ما اجتمعش مع عصام عبد الفتاح، عشان عصام عبد الفتاح امبارح عشان هو عرف التصريحات اللي قالها عصام عبد الفتاح فزعلان منه فمش هيقعد معاه. طبعا النهارده الوزير طلع حسم الموضوع. طب انت ان هو يبقى مسؤول عن ملف التحكيم بالكامل، بس انت خلي بالك، انا كنت شايف يا استاذ ماهر ان موضوع ان وعايز اقول لك حاجه، اللي بيحصل ده كله هيفشله. لا هو مش عايز نتكلم، هيفشله. مش عايز نتكلم يعني الحكام هيفشله كلاتنبرج ليه؟ ماشي، الناس هتشتغل الايام بين. ما يمكن بعد اللي حصل الهوجه دي واللي حصل ده كله انا هو هتعمل عليكم بينا. صدقني الناس اللي موجوده مش تسمح ان حد يفشل. طب اسمع كلامي بقى، هيبقى في ممكن محاولات بس ما حدش يعني الراجل اللي هينجح. تسمح لي اجاوب يا كابتن؟ لانه جاي ببلان معين يعني. تسمح لي اجاوب؟ هو جاوب وما كملتش اجابه، سالتني وما جاوبتش. معلش عفوا، اذا كان عندك وقت. لا لا اتفضل. انا ما عنديش وقت، انا ما قطعتكش. كلاتنبرج جه عشان هيمسك لجنه الحكام ويطور منظومه التحكيم في مصر. كامل معلم من كام شهر، والراجل كان موجود من شهر واتكلم على الاسلوب اللي هيشتغل بيه. جت ازمه مباراه الاهلي وفاركو،
النادي الاهلي حب يصعد وصدر المشكله وكانها خلاف بين بينه وبين لجنه الحكام وبين محمود عاشور. وزي ما قال الاستاذ شريف فعلا تم الاعلان عن ان كلاتنبرج جاي. الخبر الرسمي اللي تم ارساله ان كلاتنبرج رئيسا لجنه الحكام بعد 24 ساعه لا هيجتمع مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. ليه؟ لان لما تقول كلاتنبرج لما تقول كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام يبقى انت اقلت لجنه الحكام، فيبقى كده معناه ان النادي الاهلي نفذ طلبه الاول في البيان. طب ليه ما تقولش ان اتحاد الكره عايز يحمي كلاتنبرج؟ لا كلاتنبرج ان هو راجل ما يبقاش مسؤول عن تعيين الحكام، وان هو راجل ما يعرفش الحكام بشكل جيد، فهو يبقى هو رئيس لجنه التطوير ويبقى في واحد مسؤول عن تعيين الحكام وعن كذا وكذا عشان لحمايته على الاقل في الفتره دي بسبب مباراه فاركو. لكن لو بعد اسبوع عادي جدا كابتن حسام يترك، كان معروف ان كابتن حسام هيترك سواء كلاتنبرج ايا كان المسمى بتاعه. كلاتنبرج راجل جاي يطور منظومه التحكيم في مصر. طيب. وان كان انا قلت لحضرتك مره في حلقه سابقه وجود كلاتنبرج والموسم القادم جاي ان شاء الله ونثبت على الكلام ده وهو مسجل وهيبقى واضح، في اسماء حكام من اللي حكموا مباريات في الدوري السنه دي هتختفي من على الساحه ومش هتشوفها. طبعا مش لازم يبقى في بدايل، مش هيشتغل هيطلع زي مين هيشتغل في نادي الامر الدولي. اول ما تزعلش اول ما تزعلش في اسماء لا. كويسه جدا طلع لا ولا انت بتسالني هل ممكن مش هيظهروا البدايل يعني بدايل. ممكن اقول لك اللي مش هيظهروا، انا اتوقع حكم زي ابراهيم نور الدين مش هنشوفه السنه الجايه. وامين عمر لسبب لانه بيعمل فقره انا ما بسماهاش فقره الفار، انا بسماها فقره عزب شو. كل مباراه كل حاول حضرتك على حكم تعرف يا كابتن. هو امس بيدي انذار يا كابتن. طيب يعني بيدي انذار امبارح لبيرسي تاو. انا لو كلاتنبرج حوقف الحكم ده مباشره ليه؟ هو الكاركتر بتاعته كده. ما ينفعش كولينا كان كده. كولينا كان بس مش صارم للدرجه دي. لا مش صارم للدرجه دي. لا ده كولينا يا عم كان بيزعل في اللعيبه الطريقه يعني طريقه تعامله مع اللاعب. لا مش تعامله مع اللاعب. بيرسي هو ادى فاول. بيرسي تاو متنرفز وتعصب بشكل برضو اوفر شويه، فهو اداله انذار على تعصبيته مش عشان اللعبه بس. ما هو يروح يديله انذار يديله انذار. لا هو برضو متعصب. ما انتش معايا برضو. اللاعب يتعصب عقبه معاك انت قانون بتنفذه. أيوة. لكن طريقه تعاملك مع اللاعب لا ما ينفعش. تحكم ما ينفعش يكون كده. نرجع بس لجزئيه كلام مش هيخليه يوقف تحكيم. طيب بس هيديله تحذير. ممكن هياخد ماتشات يا استاذ ماهر ما ينفعش تخسر الحكام اصحاب الخبرات مره واحده. التحكيم هيقع. لا ما هو لازم اصحاب الخبرات دول عامل لك مشاكل يا كابتن. ماشي بس هو بقى جاي يعالج. هو الراجل هيعمل حاجه جميله جدا. الراجل مش هيجي يقول له ما تتكلمش مع اللعيب لما هيوقف حكام يا كابتن. هنعرف ان الراجل ده اشتغل صح. لان انا لا ده هو هيوقف حكام. انا معاه وهيعلن العقوبات هيزع الفار ايه اللي حصل كل حاجه. هيعمل طفره يعني. نيجي ادي اول خطوه. اذا ادي خطوه بيان الاهلي بعد ماتش فاركو عصام عبد الفتاح ما يمشيش حتى لو هيقعد اسبوع ويمشي بس ما يمشيش. نيجي لمحمود عاشور. محمود عاشور تم استدعاءه في اتحاد الكوره وتم فتح ملف هدف الاهلي في فاركو اللي عليه جدل كبير جدا وكان مصر كلها ما بنتكلمش على هدف فاركو. كان الهدف ده سبب ضياع الدوري من الاهلي مع ان حتى لو الثلاث نقاط بتوع الاهلي بتوع فاركو مع الاهلي مش هو ده اللي ضيع الدوري. ما علينا. محمود عاشور اثبت بدليل قاطع امام مسؤول لجنه الحكام ان الهدف اللي قراره صحيح. اللي انا باخذ اللي انا بعاتب عليه اتحاد الكوره كان يجب انا عرفت الكلام ده. الكوره مش اوفسايد. بص يا كابتن انت انا سمعتك مش اوفسايد. انت بتقول مش اوفسايد. هو الحكم حكم الساحه خبير التحكيم ده يا كابتن دي اسوأ حاجه بتحصل في فقرات التحكيم في فقرات في البرامج الشوط. دي موجوده في كل حته في الدنيا. عارف ليه بس مش بالشكل ده. كان يبقوا عادلين يا كابتن. جيب اللعبه بتاع الاهلي وقول جول وجيب لعبه فاركو وقول ضربه جزاء يا كابتن. قول ضربه جزاء. لا مش كلهم اغلبهم تم استضافتهم في برامج ما قالوش حاجه على لعبه فاركو. ولو هنرجع يا كابتن الامور دي ما هنرجع بقى للفار ولو هنلعب بقى كل مباراه نقد. طب ما نرجع يا كابتن المباراه. اذا كان النادي الاهلي عامل مباراه فاركو وكانها مأساوه ظلم طب ما معلش زي كل نادي ما اقصدش النادي الاهلي تحديدا لكن في انديه النادي الاهلي انت استفدت برضه بتحكيم السنه دي زي سين زي صاد زي عين في ليه وعليك. مباراه الاهلي وانبي مباراه الاهلي وسيراميكا ضربه جزاء في الوقت الواد ضايع كل خبراء التحكيم شايفينها مش ضربه جزاء لكن ضربه جزاء وتعليم كبير. ما الفقره كانت وحشه بقت حلوه دلوقتي. لا ما علينا. لا ما علينا الفقره كانت وحشه واسوح حاجه دلوقتي انت مركز على هدف الاهلي ضربه جزاء سيراميكا بقت حلوه وراحت بيهم. طب ما هي ضربه جزاء مش ضربه جزاء وخدت منها انت وخلاص ومشاك في الدوري. كنت ممكن لما تقع اكتر الدوري يبقى نهايته مش كده خالص. ما علينا. لكن انا اللي بعتب عليه اتحاد الكوره ان كان لازم يحمي محمود عاشور ويقولوا كلمه الحق. خبر حاجه ذكرته دلوقتي انهم المباراة بكرة المحلة وبيراميدز شيء جيد لكن لا يرضي. لا ما جبتش حق الحكم انت كجهة بتدي. لا بالعكس جبت حقه. لا بس على فكرة افضل طريقة ان انت تجيب حق الحكم ان انت الحكم ده تضرر معنويا كمان. ماشي يا كابتن ده مصر كلها كانت بتضرر. اقول لك حاجه كل حاجه حصلت له ترددت له بتعيينه في مباراه الغد. يبقى اسمع كلامي. انا عارف الحكام بيفكروا ازاي. ادي عصام عبد الفتاح ما مشيش وادي محمود عاشور ما تعاقبش. بقى ايه تاني في بيانات الاهلي طلبات ايه زي بقيه البيانات اللي ما فيهاش اي حاجه بناخدها النتيجه صفر. ما تاخدش حاجه في هم في الاهم من ده كله اللي هو
انت مش هتلعب الكاس ولا السوبر. مين قال كده؟ انا بقول لك، انا اقول لك حاجه بقى على مسؤوليتي، على مسؤوليتي. هيتلعب عندك ماتش الاسبوع الجاي، هيتاجل هيتلعب في الشهر بتاع كاس العالم، كاس مصر هيتاجل. انت عندك ماتش الاسبوع الجاي. انا هقول لك ما هيتاجل الكاس عشان يهربوا من الموضوع ده. لا يعني ماتش هيتاجل هيتاجل الكاس. طيب خلينا عشان يهربوا من الموضوع ده. اخبار عن الشريف؟ ايوه طبعا اخبار. ايوه طبعا معلومه. الكاس هيتاجل. والدوري هيتلعب. الدوري هيتلعب عادي. يعني لا ما انت كان عندك فتره توقف عشان ماتشات الكاس دي دور 16. مش مشكله. لا يعني هتغير نظام، هتغير هريحه في الاسبوع ده. ما انت مريح اصلا. مش دي المشكله، مش دي المشكله. خلينا نتكلم في الاهم. ما انت مريح اصلا. انت فاهمني؟ الكاس هيتاجل هروبا من اه طبعا. الكاس مصر هيتاجل وتلعب في الشهر بكاس العالم. طيب لا يجب. رغم ان عايز اقول لك حاجه، ان المفروض النشاط بيتوقف لكن هيلعبوه في كاس العالم. والسوبر اللي في 28 اكتوبر. والسوبر ده هيكون بقى حليني بقى. طيب لسه شغال حاجه يا كابتن، مع احترامي والله مش عشان حاجه، وعايز اسمع. تعالى بقى. النادي الاهلي، النادي الاهلي لا يجرؤ على انسحاب من الكاس. لا في الظروف، في الظرف اللي احنا عايشينه ده. لا في نظام الكوره في مصر. لا 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 مش حنفي هو. لسبب. مش حنفي. لا لا. طب ليام جاي. مش حنفي. ليام جاي. ليام جاي. هنشوف ايه اللي هيحصل. لا هيلعب الكاس. لا عايز اقول لك حاجه ثانيه. لا هيلعب الكاس عشان اقول لك حاجه. والله لازم اخلص. لا اخر حاجه بس، قصه ان الاهلي يلعب بالناشئين. هو ما لعبش بالناشئين، هو يعني بالبدلاء والشباب. او انا مش عايز اقول بالشباب لان اللعيب عنده 17 سنه لازم يلعب فريق قوي. 20 سنه دي هو ما لعبش فريق قوي. راح اللعيبه الكبار. يعني تفهمني، انا عايز اقول لك ان القصه مش ان اولا الدوري رايح للزمالك بس على الورق لسه. صحيح على الورق لسه. ماشي اعترفت اخيرا. ماشي. فانا عايز اقول لك ايه، ان القصه ان الاهلي مثلا استغنى عن الدوري لا، ده في رساله جوه الموضوع ده، ان الاهلي يلعب بالبدلاء والشباب الصغير دي رساله ان الدوري فقد مصداقيته وعدالته وموضوعيته. ليه 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 بالعكس؟ طيب عايز اقول فقد مصداقيته ليه؟ فقد مصداقيته. ما انا يكسب يكسب يا الدوري ما ينفعش. الكلام اللي انت بتقوله ده في قله احترام للزمالك. لا لا والله والله العظيم. لا لا لأن لا لا كلام ما ينفعش. انت ما بتقدرش، ما بتقدرش ان الزمالك فريق كبير واشتغل صح. قلت لك اشتغل صح وبيحارب على الدوري وبينافس الدوري. هو ده بقى استفاد من الاخطاء. كل الفرق استفادت من الاخطاء التحكيميه اللي تعرض ليها الاهلي. عايز اقول على السريع يا كابتن، استفاد من الاخطاء التحكيميه اللي تعرض ليها الاهلي. كل الدوري اديت الدوري اتضرت واستفادت. لا بس الاهلي اجيب لك بالورقه والقلم. لا بس الاهلي اكتر شويه. عايز اقول لحضرتك نقطتين يا كابتن بدون ما تقطعنا بس بعد اذنك. النقطة الأولى، قرار الأهلي اللعب بالبدلاء والناشئين قرار بيضر بالمسابقة لأنه بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع الفرق اللي هتلعبها وبتنافس من أجل البقاء. ده مبدأ غلط جدا وأضر بالمسابقة. طب افرض اللعيبة دي أحسن من اللعيبة بتأدي أحسن من اللعيبة الثانية. هقول لك حاجة، ما أنت النهاردة ما النادي الأهلي كسب. الزمالك وقع ماتش ماتشين، هترجع اللعيبة اللي من الراحة ولا لا؟ بالعكس اللعيبة دي الأهلي اتخذ قرار صائب براحة اللعيبة دي عشان يحضرهم للموسم الجديد. غير كده الموسم الجديد امتى يا كابتن؟ الموسم الجديد حضرتك في نص 10 هتريحهم شهرين ونص. لا هتريحهم 3 أسابيع يرجعوا يتمرنوا من أول 9 يعملوا فترة إعداد مصغرة ويخشوا يلعبوا. والناس اللي بتلعب ديت مالها؟ بيعملوا فتره اعداد. ولا والناس اللي بتلعب دلوقتي اللي ما تخلق منافسه المشكله. لا مش الصغيرين اللي دخلوا، الناس اللي موجوده اصلا ما تخلق منافسه. اللي انت بتغير بقى انت دول بقى لهم فترات ما بيلعبوش. ده افضل قرار فني خدوه. شوف يا كابتن، طب والناس اللي هتتضرر؟ معلش الاهلي عنده مباراه جايه بعد فتره مع ايسترن كمباني. فرضا ايسترن كمباني كسب لان فرص ايسترن ان هو بيلعب فريق فيه ناشئين هيكون اكبر ما يكون هيلعب. استاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه الحديث بقيه ما دام في العمر. لا نقطه اخر ما قلتش اقفل والله. ثانيه واحده فيما يتعلق انت قلت جزئيه الزمالك. الزمالك عليه ان يتفادى محاوله افساد فرحه الزمالك وجماهيره بالوضع ده. شكرا شكرا الشريف. شكرا الشريف. شكرا الاسبوع الجاي. شكرا بعد الفاصل هيكون معايا عبدون والكره بيزنس. أعزائي المشاهدين متابعي قناة المحور وبرنامج الريمونتادا في كل مكان، بيسعدنا أن يكون معنا واحد من المدافعين المميزين أصحاب الخبرات في الدوري المصري واللي ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالعديد من أندية المقدمة في الدوري الممتاز. أكيد هيكلمنا عن كل التفاصيل دي في اللقاء اللي بيختصنا به في الريمونتادا. بيسعدنا أن يكون معنا كابتن علي الفيل قائد فريق طلائع جيش. أنا برحب بيك يا كابتن علي على شاشة قناة المحور وبرنامج الريمونتادا. أهلا وسهلا بيك وبرنامج الرومنتادا. قول لي إيه اللي اختلف عن قبل وجود كابتن طارق العشري وبعد وجود كابتن طارق العشري؟ احنا كل سنة احنا متعودين على كده، إن احنا في البداية دايما بنبقى ما بنبدأش أحسن حاجة، ممكن عشان بيبقى فيه تغييرات كتيرة في اللعيبة أو في لعبة جديدة بتنضم للفرقة فبتاخد وقت عشان تبقى تنسجم مع الفريق. فاحنا دايما كل سنة بنبدأ كده، بس انت لو جيت بصيت بقى على الفينش بتاعنا بنفنش في مركز كويس جدا وانت شايف يعني بقالنا كام سنه. شوف السنه اللي فاتت احنا في المركز الثامن، السنه دي احنا بننافس على المربع. حقيقه مفاوضات نادي الزمالك، انا بص انا الفتره دي كنت مركز قوي مع الفرقه. انا بالنسبه لي ده اخر موسم ليا في نادي طلائع الجيش،
انا دلوقتي يعني حر فري دلوقتي. فانا بالنسبه لي كنت ان انا اخلي الفرقه او ان انا احافظ ان الفرقه السنه دي وانا موجود اخر موسم ليا في النادي ان الفرقه تتحط في مكان كويس. والحمد لله ان انا قدرت اعمل ده انا وزمايلي يعني مش انا لوحدي. فانا الحمد لله انا مضيت في مكان بس انا مش هقدر ان انا اقول لك المكان ده دلوقتي. هي وظيفه بالنسبه للاعب الكوره يعني انا بالنسبه لي ده اكل عيشي. فانا يعني مثلا لا هدور على اكل عيشي في اي مكان تاني لو انا مش هقدر مثلا ان انا ادي التزاماتي واحتياجاتي في المكان اللي انا موجود فيه. لا هدور على مكان تاني اكيد. انا مثلا ممكن يبقى انتمائي الزمالك بس انا في ماتش الزمالك مش هينفع ان انا مثلا اعمل اي حاجه يعني تضر فرقتي يعني اكيد. بالنسبه لي انا لا الاهلي زي الزمالك. انا الاهلي والزمالك ان انا بشجع الزمالك او بشجع الاهلي دي حاجه بره الكوره مش في الكوره. مش ان انا مثلا ان انا بشجع الزمالك اسيب الماتش الزمالك او اسيب ماتش الاهلي. لا علي الفيل اهلاوي ولا زمالك؟ زمالكاوي والبيت عندي كله زملكاوي ووالدي ووالدتي وحتى زوجتي كمان زملكاوي. نادي الجيش احنا خدنا بطوله مع نادي الجيش بطوله في تاريخ اول بطوله في تاريخ النادي حاجه تحسب لنا وتحسب للنادي برضو ان هو الناس اللي موجوده دي قدرت انها تحقق انجاز اول مره يحصل في تاريخ النادي. هل طلائع الجيش ظلم؟ والله انا شايف ان طلائع الجيش السنه دي بيقدم موسم استثنائي. احنا كنا بنامل ان احنا نبقى موجودين في المركز الرابع من بدايه. اتفرطنا في ماتشات كتير كنا نستحق ان احنا نلعب كونفدراليه السنه دي. بشهاده الجميع ان احنا السنه دي عاملين موسم كويس جدا. بس هي يعني اتحاد الكوره كان حدد الميعاد يعني اللي هو نهايه الدور الاول هيبعت القائمه. بيعجبني جدا الونش في محمود مرعي في فيوتشر. والله انا شايف الدوري السنه دي صعب جدا. الانديه كلها اللي حتى اللي تحت الانديه كبيره وجماهيريه ولها اسم كبير في الدوري. فانا شايف ان الموضوع السنه دي صعب جدا على الانديه دي. وشايف ان المنافسه يعني كانت صعبه برضو يعني الانديه اللي فوق الدنيا كانت ماشيه لاخر وقت الانديه كله بينافس. بس استنبع الماتش الاخير اللي هو بيراميدز ده اللي هو يعتبر انا بالنسبه لي ان هو حسم الدوري للزمالك. السبب تفوق الزمالك هذا الموسم ان في مدير فني قوي. مدير فني جه في ظروف صعبه لم الفرقه مع اداره واعيه قدرت ان هي تلبي احتياجات الراجل ده. فانت شايف الزمالك بالمنظر ده لا مدير فني الصراحه. بحب مالديني باول مالديني كنت حتى بتفرج عليه في على الفيديوهات مثلا على اليوتيوب وكده كان بيعجبني جدا وبحاول ان انا اطبق اللي هو كان بيعمله بحاول اطبقه في الملعب. وكنت بشوف ابراهيم سعيد حته تانية. احمد سيد زيزو هو اللي بارز يعني راجل هداف الدوري واكتر مساهمه في الاهداف. فانا شايف زيزو لا في حته تانية الصراحه. لا انا شايف ان الكابتن طارق العشري عامل موسم استثنائي معانا الصراحه. احنا 18 ماتش من غير خساره. انت لو بصيت على الحصان الذهبي السنه دي في الدوري لا طلع الجيش الصراحه. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا والكوره بيزنس مع عبدون. عبدون ازيك الاول؟ اخبارك؟ الحمد لله. برشلونه الناس كلها بتفتكر ان هو خلاص هيعلن افلاسه مش لاقي لعيبه بيمشي ميسي عشان خاطر الميزانيه عشان خاطر يوصل للشروط المحدده من قبل الليغا ومره واحده بيطلعوا فلوس من تحت الارض. انا عايز اعرف ايه قصه الرفعات اللي بيطلعوها دي. مش فاهم هشرح الموضوع بس يعني معقد شويه وفي تفاصيل كتير بس انا عايز اخده برده من الاول زي ما بنعمل ان هي اهم صفقه لابورتا عملها كانت الصفقه بتاع ماتيو ألماني اللي هو اللي كان الرئيس التنفيذي لمايوركا من سنه 1993 لسنه 2000. بعد كده في سنه 2000 فلورنتينو بيريز حاول ان هو يعينه في ريال مدريد وما عرفش. ومن ساعتها بقى هو تعين دلوقتي هو دلوقتي هو اللي ماسك التعاقدات او هو السبورتس دايركتور بتاع برشلونه وهو اللي واخد المهمه. هو كمان كان رئيس مايوركا على فكره وهو اللي اشترى سامويل ايتو ب 7 مليون وباعه لبرشلونه ب 24 مليون. ومن الوقت بتاع بيع ايتو لبرشلونه نشات صداقه
العلاقه بين ألماني وبين لابورتا، وابتدت العلاقه لغايه ما هو لابورتا قدر ان هو من وجهه نظري دي اقوى الصفقات اللي عملها ان هو يعرف يعين ألماني التوقيت ده بالذات في التوقيت ده اللي هم استراجل لان هو عنده مهارات تفاوضيه جامده جدا، فهو عنده دور قوي ان هو يبتدي يتفاوض مع اللعيبه انها تقلل عقودها. وهنشوف دلوقتي في الحلقه الارقام المرعبه اللي بياخدها اللاعبين في برشلونه. بس خلينا برضو نقول اسباب الديون بتاع برشلونه جايه منين. لان اول حاجه كان عندهم حاجه غريبه جدا، كانوا بيدفعوا 8 مليون يورو سنويا لسكاوت غير معروف او مستكشف في امريكا الجنوبيه، في لاتين امريكا مش معروف اسمه، 8 مليون يورو سنويا لسكاوت عشان يجيب لهم لعيبه. ودي كانت حاجه طبعا مش واضحه، وكانت من اسباب الديون. في طبعا الصفقه حلوه واضح 8 مليون يورو في السنه لشخص مش معروف اسمه، حلو قوي الكلام ده بالظبط. دي كانت حاجه رقم مش عادي. بعد كده الصفقات طبعا الغير عاديه اللي اتعملت، كوتينيو ب 135، بعد كده اتباع لاستون فيلا بحوالي 20 مليون يورو، جريزمان ب 120 اتباع بعد كده ب 30، ديمبيلي ب 149 اللي هو تقريبا مصاب معظم الوقت، بيلعب بلاي ستيشن بالظبط ومصاب معظم الوقت برضو، يعني هو برضو يا بيلعب بلاي ستيشن يا متعور. بعد كده ودخلنا على حته المرتبات، يا ميدو بيانيتش بمرتبه 300,000 يورو في الاسبوع، ليفا 300,000 يورو في 360,000 يورو في الاسبوع، ديونج 560، بوزجاتس 420، ديونج ألبا 560 في الاسبوع. لا يا جدع ديونج 560، بوزجاتس 420، وألبا 400، فبتكلم ارقام. عشان كده عايزين يتخلصوا من ديونج بالظبط، وهنتكلم برضو على ديونج في الاخر، لان برضو اكتشفوا ثغره في عقده. بس مهمه بقى في الحته دي دلوقتي ان احنا عشان نفهم موضوع الرفعات الاقتصاديه ميدو، نفهم ايه الحد التكلفه للفرقه، ويعني ايه الحد التكلفه للفرقه، او ايه هو السكواد كوست ليميت. السكواد كوست ليميت هو نوع من انواع الفاينانشال فير بلاي اللي بتعمله لاليجا، الرابطه بتاعت لاليجا على الفرق الاسبانيه، واللي هو لك ان تتخيل ان برشلونه هو النادي الوحيد اللي هو بيقع في الحته بتاعه ان هو في الحته النيجاتيف. بس خلينا نشرح ايه السكواد كوست ليميت. هو من الاخر الدخل بتاعك هتشيل منه المصاريف والديون. فعلى سبيل المثال سنه 2021 الديون الدخل بتاع برشلونه كان 631 مليون يورو، الديون بتاعتهم 1.3 مليار يورو، والمصاريف بتاعتهم حوالي 670 او 669 مليون يورو. فبالتالي هم عاملين نيجاتيف في السكواد كوست ليميت، فبالتالي هو لازم يبتدي يدخل يرفع الدخل بتاعه عشان يوصل للحته ان هو يقدر يستعمل اللعيبه. في الحاله يعني خلينا برضو نبص يا ميدو اهو في 2021 المليار 300 دي هي ديونهم، وال 630 هي الايرادات، الفرق ده هو المصروفات. فهو محتاج يرفع الدخل بتاعه اللي هو باللون البرتقاني، اللون البرتقاني يقرب ناحيه المليار 300 عشان يقدر يقرب من نقطه التعادل، ويبتدي يقدر يصرف. اللي بيبقى مش بره نقطه التعادل زي برشلونه، لو باع اي لعيب بيقدر يصرف 25% بس من الفلوس بتاعت اللعيب ده. نيجي بقى للثلاث رفعات اللي هم او الرفع اللي اسمها ايكونوميك ليفر او الرفعه الاقتصاديه. هم بيعملوا ايه عشان يدخلوا فلوس الزياده دي؟ بيبيعوا من الاصول بتاعته بالظبط كده، هو قاعد عمال بيعمل اصول. وطبعا عشان طب وهل ده ذكاء؟ هو ما عندوش حل ولا مسكنات؟ مسكنات 100%، لان ده مش حل، لان الفريق الاسباني الوحيد اللي في الموقف ده هم، ده بيتهيألي سوء اداره شديد جدا من الاداره السابقه لبرشلونه. يعني هل افضل علاج ان انا ابيع الاصول بتاعتي عشان اجيب لعيبه كبيره؟ طب ده في المستقبل هياثر على النادي. لا طبعا، انا شايف هو بيشيل اللي جاي وراه برضه. انا شايف ان هو ده حل مش مظبوط وحل مش صح. وطبعا المسكنات لما نخش في الثلاث رفعات الاقتصاديه دي هنشوف هو ازاي بيبيع اصول. هو امن نفسه طبعا ان هو عمل جمعيه عموميه من اعضاء النادي وجاب الموافقه الرسميه ليها، وهنشوف الحاجات بتاعتها دلوقتي، الصور بتاعتها. لازم يجي موافقه الجمعيه العموميه بالظبط، هو جاب موافقه الجمعيه العموميه. بس لو ناخد الثلاث رفعات يا ميدو، الرفعه الاولى ان هو باع 10% من حقوق التلفزيون المحلي لشركه امريكاني اسمها سيكس ستريت لمده 25 سنه مقابل 207 مليون يورو.
وبعد كده الرفعة الثانية ان هو باع تاني 15% من الحقوق لنفس الشركة وخدهم كاش دلوقتي بالظبط مقابل 315 يورو ل 25 سنة بالظبط وخدهم كاش. فبالتالي هو هيبقى عنده طبعا مشكلة في كل الصفقات اللي اتعملت دي فان هو بايع 25% من حقوقه لشركة واحدة وبس طلع لهم يعني هو السنين اللي جاية كلها هيبقى مخصوم منه 40% 25 10 15 هي هتخصم منه 25% اسف 25% بالظبط يعني لو بياخد 100 مليون هياخد 75 بالظبط كده بالظبط كده. والرفعه الاقتصاديه الثالثه هي ان هم باعوا 25% من بارسا ستوديوز ب 100 مليون يورو لشركه اسمها سوشيوز وسوشيوز ده غير الديل بتاع سبوتيفاي ده غير الديل بتاع سبوتيفاي اللي هو 240 مليون في 4 سنين 60 في السنه وكان عندهم اللي هي غير ستاديوم رايتس فده غير الديل بتاع سبوتيفاي. فالثلاث رفعات دول هم ساعدوه ان هو يعمل مدخولات عدت ال 600 مليون بس من 3 ايام طلع لهم مفاجاه جديده من الليجا ان الليجا ما وافقتش على اول الرفعه الاولى والرفعه الثانيه اللي هم بحوالي معدوا ال 520 مليون يورو لان اكتشفوا ان برشلونه عملت شركه بالمشاركه مع 6 سيت وهم شاركوا الشركه دي في او جوينت فينشر يعني عشان ياخدوا ال 25% من الحقوق فهم شالوا لهم تقريبا شالوا الحصه بتاعتهم من ال 500 ايوه يعني ده فساد 22. فساد يعني تلاعب يعني الليجا اثبتت كده طب ما هم لو رفضوا نزلوا لهم بقى 150 من الفلوس اللي جابوهم فبالتالي هيضطروا يروحوا لرفعه اقتصاديه رابعه اللي هي هيدخلوا فيها شركه المرشندايز بتاعتهم او اللي هي اللي بتبيع التيشيرتات ودي هتبقى بحوالي ب 200 مليون. لابورتا كان بيتفاوض مع الشركه اللي بتشتري في الايام السابقه وكان عايز يوصل الديل ل 270 بس ما عرفش يوصل الديل ل 270 فهو عند ال 200 مليون. فهل بقى هيبيع حقوق ثانيه لشركه سوسيوز بال 150 مليون الزياده ولا هيتحرك فين؟ ده اللي الايام اللي جايه هتثبته. بس طبعا في لغط كبير جدا بالذات كمان في الصفقات اللي هو العنيفه اللي اتعملت من كوندي لكيسي لفاندوفسكي صفقات كتير جدا وزي ما الرواتب عاليه جدا. وفي نفس الوقت المنافس المباشر بتاع برشلونه ريال مدريد محافظ على اصوله ما بيعملش صفقات كتير يعني ريال مدريد عنده فائض وعنده تشامبيونز ليج لا وعنده فائض يعني ريال مدريد اي وقت عايز يطلع فلوس يصرف يعني بتتكلم في الجدول عندنا الجدول ميدو حتى سوري مقاطعتك عندنا الجدول اللي هو بيوري كل الانديه بتاعت اسبانيا وفي الترانسفير ويندو وهنشوف ان احنا اللي هو برشلونه هو النادي الوحيد اللي دلوقتي في بالظبط اللي هو عنده ماينس 144 مليون يورو في اللحظه اللي احنا فيها دي وعشان كده هو محتاج يبتدي يتحرك لمعالجه المنظر ده. لو خدت بالك كل فرقه الدوري مفيش اي حد فيهم بالماينس غير برشلونه فطبعا ده عامل مشكله كبيره لبرشلونه دلوقتي وهنشوف بقى هم هيتحركوا في الرفعه الاقتصاديه الرابعه ولا لا. بس دي كان مهم ان احنا نشرحها الناس كتير مش عارفه الموضوع ده حصل ازاي حصل من الارض اعتقد كل الناس مش فاهم عشان كده حاولنا نشرح يعني الموضوع. السؤال بقى هل انت ممكن احنا دايما قاعدين بنتكلم على مصر وازاي احنا دايما الفقره بتاعتنا نربطها بمصر فهل شايف ان احنا حاجه زي دي نقدر في مصر نروح ان احنا نبتدي عشان تحديد اسعار اللعيبه ونحن نسيطر شويه على الموقف هل حاسس ان حاجه شبه اللي بتتعمل في سكواد كوست ليميت دي في لا ليجا ممكن نبتدي ندخلها في مصر عشان نبتدي نقنن الموضوع اصرف زي ما انت عايز بس في الاخر محتاج يبقى عندك ليميت والدخل بتاعك يبقى قريب من لازم رابطه الانديه تتحرك في النهايه تضع ضوابط للضوابط دي تحدد اسعار اللعيبه وتضع سقف لرواتب اللعيبه والضوابط دي مش تتحط الا ان انت يكون في كل نادي عنده شركه كوره شركه الكوره دي بتقدم البادجت بتاعتها للرابطه قبل كل بدايه موسم وفي نهايه الموسم بتقدم اللي صرفته والعوائد بتاعتها ويبتدي تعمل معادله معينه ان كل نادي من حقه انه يصرف برسنتج معينه او نسبه معينه من العوائد اللي عملها في الموسم المنصرم او الموسم اللي قبليه غير كده عمرك ما يبقى عندك فاينانس فير بلاي. بس خلي بالك ان الكلام ده مش هنعرف نعمله كله مره واحده يعني الكلام ده مش هيتعمل مره واحده. انا في رايي القضيه الاكبر لربطه الانديه او الخناقه اللي هو لازم يخشها دلوقتي خناقتين خناقه البث
واعاده توزيع البث بشكل عادل ما بين ما بين الانديه دون ان انت طبعا تيجي على الانديه الكبيره التاريخيه اللي هي ليها حق ان هي يكون عندها النسبه الاكبر عشان محدش ياخد نص كلامنا. والخناقه الثانيه اللي في رايي ان هي مهمه جدا هي محاربه فكره السوبر ليج، لان فكره السوبر ليج هتقتل الدوري المصري، هتقتل الدوري المحلي. السوبر ليج الافريقي اوكي. لازم 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 الناس تفهم ان هي دي اهم خناقتين موجودين عند رابطه الانديه دلوقتي. بس هل الرابطه هيقدر يبقى عندها سيطره على او يعني يقدر عليها ليها كلام مع اتحاد الكوره واتحاد الكوره مع الاتحاد الافريقي؟ عبدون هو 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 مين اول واحد حارب السوبر ليج الاوروبيه؟ الفكره بدات من البريمير ليج، بعد كده الحكومه خدت الكلام من البريمير ليج والاتحاد الانجليزي واللوكال كلوبز واللوكال كوميونيتيز، وازاي ان انت تحافظ على عشان تقدر تحافظ على قمه الهرم بتاع الكوره لازم ان انت تحافظ على الطبقه اللي تحت. حاجات كتيره لازم رابطه الانديه تشتغل فيها من دلوقتي، لان هي مهمه مش سهله، مهمه صعبه جدا. صح، مهمه صعبه جدا. الخطوات رابطه الانديه عملت اخذت قرارات عظيمه، رجعت وساهمت في عوده الجمهور للمدرجات مره اخرى تدريجيا، والسنه دي الجدول الدوري منظم بشكل اكبر، عملت حاجات عظيمه في السنه الاولانيه. لكن الخطوه اللي جايه صعبه، محتاجه تكاتف الجميع، ومحتاجه دعم، ومحتاجه ناس بتفهم، ومحتاجه ناس مش انانيين، محتاجه ناس تفكر في منظومه الكوره في مصر. انا رايي ان التطور اللي حصل في الرابطه الفتره اللي فاتت او الشغل اللي اتعمل الفتره اللي فاتت كان ملحوظ، بس الفتره اللي جايه هيبقى عليهم ضغط جامد جدا هم جداً. يشتغلوا على الملفات اللي انت بتتكلم عليها. وكان في اخر حاجه كنا عايزين نتكلم فيها هي البي سيزون تورز اللي هي في الوقت اللي احنا فيه ده. كل الانديه بتطلع تلعب ماتشات بره، وانت اكيد وانت بتلعب في انجلترا كنت بتسافر كل حته. معظم يعني بعض من الانديه الانجليزي عندهم شعبيه جامده جدا في الفار ايست او في الشرق الاوسط، في امريكا وفي امريكا. ففي جزء ليفربول السنه دي راح ناحيه اسيا، انما مان يونايتد راح ناحيه توتنهام راح اسيا بالظبط. مان يونايتد راح الناحيه الثانيه، راح امريكا. فدي بتدخل فلوس كتير جدا. اكتر نادي دخله فلوس السنه دي هتستغرب ان هو مان يونايتد. كلهم برضو احنا عندنا الجدول، بس هو دخل لهم حوالي من 25 ل 30 مليون جنيه استرليني في وقت برضو رغم ان رونالدو ما كانش معاهم بالظبط، وقت قصير جدا. تاني نادي كان هو ريال مدريد. لو بصينا على الفلوس اللي بتخش لهم دي الايرادات يا جماعه اللي بتخش من البري سيزون تور او من جوله فتره الاعداد بالظبط. فاحنا برشلونه برضو من 25 30 غير بقى الايرادات الاضافيه اللي هي بتاع بيع تذاكر. خلي بالك برضو الاستادات الامريكاني معظمها بتاعه امريكان فوتبول، فكلها فيها 90 و100 الف. الكلاسيكو السنه دي اتلعب في مكان اتلعب في لاس فيجاس. ريال مدريد ويوفنتوس لعبوا في سان فرانسيسكو. عايزين نروح فيجاس معاك عبدون. لازم نروح فيجاس. انا روحت نروح نشوف نتفرج على ماتش ولا حاجه. باريس سان جيرمان 15 مليون بالظبط، اليوفي 15، وهتشوف بقى بقيه الفرق. بس برضه زي ما احنا دايما بنعمل، ازاي احنا نقلب الكلام ده ناحيه مصر، وان احنا نبتدي الرابطه يبقى ليها. ودي كانت حاجه مهمه نفسي اتكلم فيها، ان هو الرابطه يبقى احنا الدوري برضه ملوش ايدنتيتي. الدوري المصري ملوش اسم. انت هتلاقي البريمير ليج اسمه الانجليش بريمير ليج، الاسباني اسمه الليجا. الدوري المصري ممتاز بالظبط، بس انت محتاج لوجو، محتاج ايدنتيتي، محتاج تبتدي. ما اتعمل لوجو لغوه، ما اعرفش ليه، محتاج تتحرق عشان هو الى حد ما كان نايم، كان مقتبس، او كان يعني كان مقتبس شويه من طب غيره وما تلغوش بالظبط كده. انا كان رايي كده، بس انت لازم تبتدي تعمل ايدنتيتي للدوري. نبتدي ناخد الخطوات اللي عملتها لليجا لما ابتدت تنتشر في 40 بلد وتعين 640 واحد. انت عندك بلاد افريقيه حوالي 29 بلد افريقيه فيهم 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 لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري. نقدر نستغل كاس العالم. ما اعرفش، انا كنت بسمع قبل ما اخش دلوقتي ان يمكن كاس مصر يتلعب في كاس العالم. ده بالنسبه لي هيبقى خبر محزن جدا، لان كان نفسي في الوقت ده الاهلي والزمالك ياخدوا بعضهم يطلعوا الامارات، يطلعوا السعوديه، يبتدوا يلعبوا ماتشات وديه زي ما برشلونه وريال مدريد بيعملوا بالظبط، ويبقى ليهم دخل اضافي يزود لهم الفلوس. الماتش ده هيتباع هيبقى ليه حقوق، بس هتدخل فلوس كويسة جدا، تذاكر ماتشات، مرشندايز أو تشيرتات. فبالتالي نحن محتاجين نبتدي نتحرك ناحية نشوف الناس بتعمل إيه برا، ونحاول ننقله لمصر. هو يعني المهمة الأولى والأهم هو إن محاولة إنهاء الموسم القادم في 30/6 ده أهم بكتير جدا. صح. ولازم الناس تموت على النقطة دي، عشان يبقى فترة الانتقالات بتاعتك زي فترة الانتقالات الموجودة في العالم كله. والأهم من كده ان لعيبتك تاخد راحه، وتاخد راحه
تاخد راحتك يا عبدون. بشكرك مشاميد واشوفك الاسبوع الجاي على خير باذن الله. شكرا. دي كانت حلقه النهارده، اشوفكم بكره على خير. تصبحوا على خير.